اليوم 145 من هذه الحرب الضروس الشرسة من الاحتلال على أبناء فلسطين وغزة، لو تصف لنا بداية ما لديك من معلومات عن الوضع الميداني تحديدا في شمال غزة وعن الأهالي هناك سيد عدنان. يعني الحديث يدور عن مئات آلاف الفلسطينيين في شمال قطاع غزة وفي مدينة غزة فعلا يتضورون جوعا. المجاعة وقعت في شمال قطاع غزة. كان الناس قبل 10 أيام أو أسبوعين حتى بدأوا باستخدام أعلاف الحيوانات، ولكن للأسف حتى هذه نفذت تماما. لا مياه صالحة للشرب، معظم المياه ملوثة، لا طعام على الإطلاق، لا بدائل لدى الناس. هذه المنطقة محاصرة تماما. حاولنا منذ بداية يناير حتى 5 فبراير إدخال 35 قافلة. للأسف الشديد إسرائيل وافقت على 10 قوافل فقط. في يوم 5 فبراير أطلقت النار على قافلة لنا كانت تتوجه إلى شمال قطاع غزة، ولم يتم السماح لنا حتى بإكمال الطريق بعد إطلاق النار على عربتين من العربات التابعة للأنور. الوضع مأساوي للغاية، لم يسبق له مثيل حتى منذ النكبة الفلسطينية الأولى في عام 1948. لم يشهد قطاع غزة أن مئات الآلاف من السكان ينهارون إما جوعا وإما بسبب الأمراض الخطيرة التي بدأت تنتشر في كل مناطق قطاع غزة. لم يعد للفلسطينيين في غزة المناعة الذاتية المقاومة للأمراض بسبب المياه الملوثة، بسبب انعدام الغذاء، سوء التغذية، الضغوط النفسية، الدمار الهائل. نتحدث الآن عن أوبئة، نتحدث الآن عن انتشار كبير للأمراض المعوية، الأمراض الجلدية، حتى الجرب أيضا، التهاب السحايا، انتشار الكبد الوبائي. غزة لا تعرف الكبد الوبائي، الآن نتحدث عن انتشار كبير للكبد الوبائي. نحن نتجه تماما نحو انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة. يضاف إليه كما تفضلتي الحملة الشرسة ضد الأونروا، مطالبة إسرائيل بتصفية الأونروا لاعتقادها بأن تصفية الأونروا يعني تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، تصفية حق العودة، تصفية حتى إمكانية إيجاد حلول مستقبلية لهذه القضية. القضية الآن تجاوزت موضوع مشاركة 12 موظفا وهي ادعاءات حتى الآن. في أحداث 7 أكتوبر لم تقدم إسرائيل لنا حتى الآن سوى معلومات أولية. حتى اللجنة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريس، وهي لجنة مستقلة من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة وهي لجنة الرقابة الداخلية، لم يقدموا لها معلومات كافية رغم أن اللجنة بدأت من أسبوعين العمل. تقصد سيد عدنان أنه لم يقدم الاحتلال أي أدلة مثبتة عن تورط الأونروا أو بعض أعضائها مع المقاومة، هذا ما تقصده؟ نعم، هم قدموا لنا فقط يعني في لقاء بين مفوض الأونروا ومسؤول في الخارجية الإسرائيلية معلومات شفهية حول أسماء، وبعد ذلك بدأنا نعرف كل المعلومات من وسائل الإعلام. نعم. دعني أتأكد من معلومة سيد عدنان حضرتك ذكرتها منذ قليل. إذن ما تقول إنه الشاحنات والمساعدات تدخل من معبر رفح طبعا من الجانب المصري وتمر من الجانب الآخر، ولكن في طريقها إلى شمال القطاع أو حتى لمناطق متفرقة من القطاع، إما إنه الاحتلال يقوم بمنع جزء كبير من هذه الشاحنات للوصول إلى الأهالي أو إنه يقوم بقصفها. يعني المساعدات تدخل عبر معبر رفح وعبر معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة. جزء من هذه المساعدات أو معظمه يذهب إلى منطقة جنوب قطاع غزة، لأنه مدينة رفح بها الآن 1.5 مليون فلسطيني، 70% من سكان قطاع غزة متواجدون في مدينة رفح الفلسطينية. كل المحاولات، يعني جزء من هذه الشاحنات يجب أن تذهب إلى شمال قطاع غزة. للأسف الشديد لا نستطيع. حاولنا أكثر من 35 قافلة وافقوا فقط على 10 قوافل. الأوضاع سيئة للغاية وتدهور. يعني نحن لا نفهم على الإطلاق إلى متى سيستمر
تستمر هذه الأوضاع في شمال قطاع غزة؟ هل سيساهم تجويع الناس في شمال قطاع غزة في لحلحة الأمور السياسية على سبيل المثال، أو حل موضوع الأسرى؟ لا نفهم على الإطلاق، هؤلاء أناس أبرياء، معظمهم كلهم أبرياء، وإلا ما جلسوا وما بقوا، يعني ليس لديهم شيء يخافون عليه. مئات الآلاف بقوا في شمال قطاع غزة وفي مدينة غزة، هم أناس عاديون يطلبون فقط طعام ومياه، يعني ما علاقة ذلك في هذا الصراع المستمر الآن؟